معاك هاني الناظر ناشط سياسي، تمام، مضمون المؤتمر النهارده عن مكافحه الارهاب، وبنشكر الاستاذ عبد العزيز اللي هو منسق عمل حركه اللي هو عمل المؤتمر ده ودعا اللواءات من الشرطه ومن الجيش، تمام، كي يعرف الناس اللي ازاي هنقضي على الارهاب المصري. حاجه يا حاج، بتوجه رساله للشباب تقول لهم ايه؟ انا بوجه رساله لكل شباب مصر، تمام، يكون ينزلوا بقى نادي وينزلوا للمستوى الجماعه اللي بيقولوا عليها الجماعه الاسلاميه، للجماعه الارهابيه اللي فيهم ناس يعني ملعوب بدماغهم، ينزلوا يغيروا الفكر الدين الاسلامي، تمام، اللي اساءوا لينا الاخوان المسلمين بره في جميع الدول.